أهلا بكم في نشرة إخبارية مفصلة من قناة الفلوجة، معكم محمد الكويسي وهنادي سنان. أهلا بكم، ونبدأ النشرة بأبرز العناوين. دول العالم تستقبل عام 2019، والاحتفالات تعم جميع العواصم العالمية. العراق يودع عاما مثقلا بالخلافات السياسية، ويستقبل عاما جديدا بحكومة منقوصة وموازنة لم تقر. المرجعية تؤكد وضعها الأسس الصحيحة لاختيار الحكومة، وخلاف حاد بين حمايات عبد المهدي والعبادي. أحلام النازحين بالعودة إلى ديارهم ترحل لعام آخر، والأمم المتحدة تربط استقرار البلاد بعودتهم. يستقبل العراقيون عام 2019 بأفراح وكرنفالات تشهدها الشوارع والمدن في جميع المحافظات العراقية وسط إجراءات أمنية مشددة. الأفراح عمت الشوارع الرئيسة والمولات والأسواق المحلية احتفالا بحلول العام الجديد، والذي يتطلع العراقيون فيه إلى انتشار الأمن وتعافي الاقتصاد وتلبية احتياجات المجتمع. دعينا الله أن يحفظ العراق وينعم عليه بالأمن والرخاء والإعمار وعودة كل نازح إلى بيته. من جانبها هنأت الرئاسات الثلاث الشعب العراقي بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، معربين عن أملهم أن يكون العام الجديد عاما للازدهار والإعمار. وفي بيانات متفرقة لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان والوزراء، أعربوا عن أملهم أن تكون السنة الجديدة منطلقا لبناء الدولة، وأن يحظى العراقيون فيها بالأمن والاستقرار، وأن يعود النازحون إلى ديارهم، وأن يتم الشروع بمرحلة الإعمار. أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية. نتسلم اليوم مهامنا الرسمية بعد نيل حكومتنا ثقة ممثلي الشعب العراقي. العراق الديمقراطي اليوم لا يدار بأسلوب الانقلابات. وفي آخر نشرة إخبارية من قناة الفلوجة لهذا العام، يودع العراق عام 2018 بأزمات وخلافات سياسية نتج عنها تأجيل أهم الملفات الجوهرية التي تنتظر البت فيها داخل أروقة البرلمان، والذي يشهد خصاما بين الكتل والأحزاب المتنازعة. يستقبل العراق العام الجديد عام 2019 بتركة حكومية ثقيلة، حيث لم تحسم ملفات الكابينة الوزارية والموازنة، فضلا عن انتخابات مجالس المحافظات. هذه الملفات رحلت إلى العام الجديد، ومما رحل أيضا عودة النازحين لديارهم المحررة، والاحتجاجات في عدد من المحافظات حول تردي الخدمات وإنهاء الفساد والمطالبة بالوظائف، والتي يعلن القائمون عليها استمراريتها لعدم الاستجابة للمطالب المشروعة. ومن جذب الأراضي الزراعية في الصيف إلى الفيضانات في الشتاء وهلاك الثروة السمكية، رحلة كان ملف الخدمات فيها من أبرز الملفات التي شهدت ضعفا واضحا عام 2018، على أمل أن يكون العام الجديد عاما يغاث فيه الناس
وفيه تحل جميع الأزمات. أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية. نتسلم اليوم مهامنا الرسمية بعد نيل حكومتنا ثقة ممثلي الشعب العراقي. العراق الديمقراطي اليوم لا يدار بأسلوب الانقلابات. في الربع الأول من العام سيطر الصراع بين مفوضية الانتخابات والبرلمان على المشهد، بالإضافة إلى التظاهرات الشعبية التي اجتاحت مدنا عدة، لكن الجليد الذي تكدس بين المركز والإقليم استطاع أن يزيله نجرفان بارزاني بزيارته لبغداد، ليعود الخلاف بعد إقرار الموازنة الاتحادية بغياب الكرد. لكن مطارات كردستان عادت للعمل بعد انقطاع دام أشهرا، أما الثابت فهو بقاء العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم. الحملة الدعائية انطلقت وأقيمت الانتخابات بمشاركة ضعيفة جدا، رافقها تشكيك بنتائجها بعد رصد الأمم المتحدة لعمليات تزوير. البرلمان قرر إعادة العدوى والفرز يدويا، كما قرر إيقاف عمل المفوضين بعد رفضهم عملية العد وانتداب قضاة. عملية العد رافقها إحراق مفتعل لصناديق الاقتراع في المخازن. بدأ بنهاية الربيع الإعلان عنها بالرغم من دخول البلاد بأول فراغ تشريعي منذ عام 2003. صيف ساخن مرت به البلاد بدأ بقطع إيران للكهرباء لتشعل شرارة احتجاجات شعبية عارمة وسط وجنوب العراق، أحرقت خلالها القنصلية الإيرانية في البصرة. المرجعية تدخلت ودعت للإسراع بتشكيل الحكومة بعد أن صادقت رئاسة الجمهورية على نتائج الانتخابات التي لم تختلف. البرلمان الجديد لم يستطع التوصل إلى كتلة أكبر، لكنه اختار محمد الحلبوسي رئيسا له، إلا أن التوتر المتصاعد في البصرة تحديدا أطاح بحلم العباد بولاية ثانية. أما كردستان فبدأ سباق الانتخابات البرلمانية فيها. جرح العراقيين بقي على حاله، لكن البرلمان التأم واستطاع أن ينتخب برهم صالح رئيسا للجمهورية. أما في كردستان فقد استطاع الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يكتسح أغلب مقاعد برلمان الإقليم. أما الكتل التي واجهت ضغطا كبيرا فقد توصلت لاختيار عبد المهدي لرئاسة الحكومة كمرشح تسوية. وعلى الرغم من الهدوء الذي ساد تسليم رئاسة الحكومة، إلا أن الخلافات كانت في أوجها، حيث أفشلت الخلافات محاولات عدة لإكمال كابينة عبد المهدي الوزارية. أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية. نتسلم اليوم مهامنا الرسمية بعد نيل حكومتنا ثقة ممثلي الشعب العراقي. العراق الديمقراطي اليوم لا يدار بأسلوب الانقلابات. أكد ممثل المرجعية الدينية عبد المهدي الكربلائي أن المرجعية وضعت الأسس الصحيحة لاختيار الحكومة ومفاصلها الإدارية الأساسية. وخلال استقباله وفدا من هيئة النزاهة، شدد الكربلائي على أن سوء الإدارة ووجود بعض القوانين التي شرعنت الفساد هو جانب من الجوانب التي باتت تنخر جسد الدولة، حذرا من خطورة إهمال الثغرات القانونية التي تمر عبرها ملفات الفساد. في غضون ذلك، اتهم ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي مدير حماية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالاستيلاء على محل إقامة العبادي في المنطقة الخضراء. وأكد القيادي في الائتلاف علي السنيد أن العميد أزاد الكردي مدير حمايات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قام باقتحام أحد منازل رئيس الوزراء السابق والمتروك في المنطقة الخضراء، حيث تم إقفاله ومنع دخول عناصر حماية العبادي الذين قدموا لنقل بقية ممتلكاته. وأضاف السنيد أن مسؤول حماية عبد المهدي العميد أزاد تصرف تصرفات رعناء بحسب وصف القيادي في النصر، وقام بالاعتداء على منزل العبادي واقتحمه رغم تسليمه من قبل العبادي قبل شهر ونصف بعلم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
هذا وكانت مصادر أمنية قالت إن مشادات حدثت بين قوة من حماية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وأخرى تابعة لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي داخل المنطقة الخضراء دون أن تتطور لاشتباكات مسلحة. أكدت المصادر أن قوة خاصة تابعة لمكتب عبد المهدي بقيادة العميد أزاد الكردي طوقت القصر الذي يقيم فيه العبادي وأغلقت الأبواب بالأقفال بعد أن أخلت القصر بالقوة لتنفيذ أمر تسليمه إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. هذا ولم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي بشأن الحادث. سياسيا، أكد النائب عن تحالف الفتح حامد السومري عدم دستورية تمديد عمل مجالس المحافظات، مشيرا إلى أن ما حصل سابقا كان لأغراض سياسية، فيما كشف عن رغبة البرلمان عدم تمديد عملها مجددا. هناك مادة دستورية تحدد عمر عضو مجلس المحافظة بأربع سنوات. الإرادة السياسية كانت آنذاك تريد أو متجهة باتجاه تمديد عمل مجالس المحافظات، وكان هناك تمهيد لانتخابات مجالس النواب لاستثمار وجودها السياسي داخل المحافظات. الآن هناك توجه كبير لأعضاء مجلس النواب لعدم التمديد لمجالس المحافظات، ونعتقد بأنه اليوم هذا المشروع يتناغم مع ما تطالب به الجماهير العراقية. من جهته قال النائب في البرلمان مصطفى الورشان إن النواب منقسمون بشأن إلغاء مجالس المحافظات بين مؤيد ومعارض، فيما أشار إلى تجدد المطالبة لدى بعض النواب بتمديد تأجيل موعد الانتخابات. تم مناقشة موضوع مجالس المحافظات في قبة البرلمان، وهناك آراء قسم من أعضاء البرلمان لهم رأي بأنه تنهى هذه المجالس، وأكو رأي آخر طالب بتجديد تمديد المدة الانتخابات لمجلس المحافظات. في البصرة، أكد مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان مهدي التميمي أن أكثر من 30% من أهالي المحافظة يعيشون تحت خط الفقر، الأمر الذي دفع البصريين للخروج بمظاهرات للمطالبة بحقوقهم المشروعة. مللنا من القول بأن هذه المحافظة هي تقع على بحر من النفط وأهلها يعيشون خط الفقر بنسبة أكثر من 30%، يعني هذا اليوم رقم أيضا مرعب تحت خط الفقر في محافظة غنية. كل هذا اجتمع ليخرج أهلها للمطالبة بحقوقهم، إلا أنه للأسف كانت هناك انتهاكات وانتهاكات خطيرة وصلت إلى 18 شهيدا، إضافة إلى أكثر من 250 مصاب. شهدت البصرة أزمات خدمية وسياسية أدت لإشعال احتجاجات لم تنطفئ حتى الآن، وبينما ينتظر البصريون تحقيق مطالبهم تحاول كل من الحكومة المحلية والمركزية التنصل من مسؤولية واقع المحافظة المتردي ورمي الكرة في ملعب الآخر. على وقع أزمات متعددة تعيش محافظة البصرة، أزمات سياسية وخدمية بدأت تعصف بالمدينة الأغنى في العراق لتشعل موجة من الاحتجاجات هي الأكبر من نوعها في تاريخ المحافظة، وفيما لم تتم الاستجابة حتى الآن لأي مطلب من مطالب الجماهير، يلوح المتظاهرون بتصعيد الاحتجاجات في قادم الأيام. منذ فترة طويلة حقيقة ونحن مطالبنا متراكمة، ولكن ليس هناك من مجيب، مطالبنا لم تتحقق إلى اليوم ولا هذه اللحظة. كنا قد طالبنا المحافظ بتحقيق الخدمات بمحافظة البصرة، لكن ثبت أنه غير قادر وركيك بالنسبة لخدمة أهالي البصرة. وبدأت تزداد المخاوف في المحافظة من تكرار أحداث أيلول الماضي، والتي انتهت بحرق العديد من المقرات الحكومية إضافة إلى مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين. بصريون دعوا إلى إبعاد المحافظة عن الصراعات السياسية والاهتمام بتطوير واقعها الخدمي. تفترض من الحكومة الاتحادية أن تنظر لمدينة البصرة بنظرة يفترض نظرة خدمات أن تطور البنى التحتية لهذه المدينة، لأنها بأمس الحاجة إلى تطوير البنى التحتية، كانها عين العراق الاقتصادية. البصرة مهيئة إلى كل شيء، مهيئة إلى الاستقرار، مهيئة إلى الازدهار، مهيئة إلى أن تكون مدينة يحتذى بها
في المنطقة وليس على مستوى العراق فقط، وهي مدينة معدة وجاهزة لأن تنفجر في أي لحظة إذا لم تنفذ مطالبها، إذا لم يكن هناك اهتمام من قبل الجهات المعنية اتجاه أبنائها. وتتهم حكومة البصرة المحلية حكومة المركز بإهمال مطالب المتظاهرين وعدم تحقيق الممكن منها، حيث يرى أعضاء في مجلس المحافظة أن الوعود الحكومية لم يتحقق منها أي شيء، ما خلق حالة من عدم المصداقية بين الحكومة والمتظاهرين. يعني هي الحلول أساسا أغلب المطالب طالب تخص المركزية لا تخص المحلية، لأن المحلية أساسا مرتبطة بالمركزية. المركزية بدت ترمي الكرة بكاهل بحضن المحلية، لذلك ماكو نسب مصداقية لتنفيذ الوعود. وتمر محافظة البصرة بأزمة هي الأكبر من نوعها، ما تحتاج وبحسب مراقبين إلى تنازلات من جميع الأطراف لحلحلتها وإيجاد مخرج منها. وتسببت الخلافات والتقاطعات الحاصلة بين الكتل والأعضاء في مجلس محافظة البصرة بتعطيل الكثير من القرارات المهمة، من أهمها عدم الاتفاق على حسم منصبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة. من البصرة علي مهدي، قناة الفلوجة. عقدت قيادة شرطة الأنبار مؤتمرا أمنيا للوقوف على الوضع الأمني في المحافظة وما تحقق من استقرار خلال عام 2018، حيث أكد قائد شرطة المحافظة أن العام المقبل سيشهد استقرارا أمنيا أفضل بعد عودة الشرطة المصفرة رواتبهم إلى العمل. كلام وفعل إن شاء الله سيكون مطلع عام 2019 مطلع خير واستقرار وطمأنينة وأمن وأمان وعمران، وأيضاً عرضنا ووضحنا الخطة الأمنية التي سيتم اعتمادها في قيادة شرطة الأنبار بإعادة تنظيم وهيكلة أفواج طوارئ الشرطة بالعمل الصحيح ووفق قواطع المسؤولية وتنظيمها بالشكل الأمثل والسيطرة وفق القيادة والسيطرة العسكرية بالمفهوم العسكري، وكذلك فتح بعض مراكز الشرطة وقواطع النجدة وأيضاً مكاتب الإجرام على ضوء المرحلة الأولى اللي اعتبرناها على شكل ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى ستطبق في الشهر الواحد من هذا العام، والمرحلة الثانية في الشهر الثالث، والمرحلة الثالثة في الشهر السادس. السبب حسب عودة بعض من الشرطة المصفرة رواتبهم أو الشرطة المطرودين حسب قرارات وموافقة الحكومة المركزية. شنت القوات الجوية العراقية غارات على مقرات لداعش داخل الأراضي السورية كانت تضم اجتماعا لقياديين في التنظيم الإرهابي.
قيادة العمليات المشتركة قالت في بيان لها إن طائرات F-16 العراقية نفذت ضربة موجعة ومؤثرة في منطقة السوسة داخل الأراضي السورية، مبينة أن الهدف كان منزلا يستخدم وكرا للإرهابيين لعقد الاجتماعات فيه. بيان العمليات المشتركة أوضح أيضا أن هذه الضربة جاءت خلال عقد اجتماع ضم 30 قياديا مهما من داعش بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة من خلية الصقور. إلى ذلك، أقر التحالف الدولي بقتل قرابة 1140 مدنيا في العراق وسوريا كحصيلة للضحايا خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي منذ بداية عملياته عام 2014. التقرير الشهري الذي نشره التحالف جاء مخالفا لجميع الإحصائيات التي نشرتها منظمة حقوق الإنسان التي أكدت أنه بعيد تماما عن العدد الحقيقي للضحايا، فيما ذكر التقرير أن 194 بلاغا عن مقتل مدنيين كانت قيد التحقق من صحتها من قبل التحالف خلال التشرين الثاني الماضي، وتم تصنيف معلومات عن 20 حادثا بغير الموثقة، بينما يستمر التحقيق حاليا حول 184 بلاغا. وفقا لذلك فإن 318 حادثا لم تدخل في إحصائيات التحالف. أمنيا، كشف مجلس القضاء الأعلى عن أعداد الأجانب المتهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش والذين جرى اعتقالهم خلال فترتي احتلال وتحرير مدينة الموصل. المجلس وعبر موقعه الرسمي أصدر إحصائية رسمية قال فيها إن مجموع الأجانب المتهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي بلغ نهاية هذا العام 715 متهما، خضع 616 منهم للمحاكمة وأدين 508 متهمين حسب قانون مكافحة الإرهاب، فيما بقيت قضايا 99 متهما قيد التحقيق والإجراءات القضائية. نشرتنا مستمرة وفيها نتابع أيضا. المدن المحررة معاناة مستمرة، مشاهد الدمار والخراب ما تزال قائمة ولا جهود حقيقية للإعمار. خلال تهنئتها بالعام الجديد، قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس إن استقرار العراق وازدهاره لن يكون سهلا مع وجود نحو 2 مليون نازح لم يعودوا لمناطقهم، فضلا عن استمرار التهديد الأمني الذي تشكله خلايا تنظيم داعش. مع إلحاق الهزيمة العسكرية بداعش انحسرت أجواء اليأس أمام بشائر الأمل والتفاؤل بالمستقبل. تلوح الآن فرصة كبيرة أمام العراق، لكن الطريق نحو الاستقرار والازدهار على المدى الطويل والذي تستحقونه بجدارة لن يكون سهلاً. فعلى الرغم من هزيمة داعش عسكرياً، فإنه لا يزال يشكل تهديداً أمنياً، كما يتعين رجوع نحو 2 مليون نازح إلى ديارهم بأمان وكرامة. المناطق المحررة تمتلئ بأطنان من الذخائر غير المنفجرة، وهذه المناطق تنتظر الدعم. يطالب العراقيون بالخدمات والتعيين والوظائف والإصلاحات المجدية، ولهم الحق في ذلك. أنا متأكدة أن العراق سيتغلب على التحديات وسيخرج من الأزمة أقوى من ذي قبل. أحلام النازحين بالعودة إلى ديارهم تأجلت هي الأخرى إلى عام آخر، إذ ما يزال في مخيمات الخازر وحسن شام المئات من العوائل الموصلية التي ترغب بإعادتها إلى مناطقها المحررة حتى وإن اضطرت إلى نصب الخيام فوق ركام منازلها. المزيد في سياق هذا التقرير. منذ أن وطئت أقدامهم مخيمات الخازر الواقعة بين أربيل والموصل في العام 2014، لا يزال نازح الموصل رهن أسوار هذه المخيمات. ومع إطلالة عام جديد تتجدد مطالبات النازحين، فلا صوت يعلو على صوت آلامهم ولا مطلب لهم غير العودة إلى الديار. تعبنا والله، أي والله تعبنا، نرضى 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 بأي شيء، بس نريد الأمان ونريد الخير يعم على هالبلد هذا.
بس امنيتك ترجع لهذا البيت. هذا بيتنا وبيت مفلش، نريد نقعد حتى لو بشادر، بس خلي يرجعونا. هالحكومة هاي بغداد انتخبناهم وهوسه وبلا فايدة. تتزاحم الأمنيات في صدور أهالي الموصل النازحين في مخيم الخازر مع قدوم عام جديد، أمنيات مؤجلة يبدو أنها فشلت حتى الآن في إيقاظ الجهات المعنية من سباتها بعد أن تركتهم يواجهون مصيرهم دون سند. أمنية لكل العراقيين أن نرجع ونستقر ويرجع الأمن والأمان، وكل من يستقر بداره، هي هاي اللي أهم شيء، لأن هذا هو من اسمه كم، والكم يعني سجن بالإنجليزي كم يعني متعارف عليه. ما بين مخيمات الخازر وحسن شام أكثر من 4000 نازح موصلي كانوا يتطلعون إلى أن تطوى صفحات النزوح بكل مآسيها وأحزانها مع نهاية عامهم هذا، ولكن لا حياة لمن تنادي. لقناة الفلوجة، بشير الحسن. والله جعلت تحت العلم. ونبقى في نينوى أيضا، حيث قال مدير صندوق إعمار المحافظة سالم يحيى عثمان إن مشاريع الصندوق لعام 2018 بلغت 44 مشروعا، مبينا أن تلك المشاريع توزعت بين خدمي وصحي. طبعا صندوق الإعمار فرع نينوى لدينا مشاريع كبيرة في هذا العام، عدد المشاريع بحدود 44 مشروع في مختلف القطاعات. كمية المبالغ المرصودة لهذا العام جاوز 60 مليار دينار عراقي. أما أهم المشاريع لهذا العام فكان محطات كهرباء ثانوية كبيرة بحدود 10 مليار دينار، وكذلك تجهيز وزارة الصحة دار صحة نينوى بالرنين والمفراز، أجهزة الرنين والمفراز عدد 2 لكل منهما، وكذلك 50 كرسي للأسنان من نوعية ممتازة. مبلغ العقود هذه بحدود 8 مليار دينار، إضافة إلى مشاريع كثيرة في الطرق والمستشفيات والتعليم، أكثر من 10 مدارس هدم وعدد بناء. عثمان أكد أيضا أن مشاريع الصندوق لعام 2019 هي نحو 40 مشروعا كبيرا وبتكلفة 50 مليار دينار عراقي. في عام 2019 ستكون هناك أيضا مشاريع كبيرة، عدد المشاريع بحدود 40 مشروع كبير، وكذلك مبلغ المرصود لنا بحدود 50 مليار دينار. وهناك مساعي للدكتور معالي الدكتور مصطفى الهيتي مدير رئيس صندوق إعمار المناطق المتضررة من جراء العمليات الإرهابية بزيادة هذا المبلغ بل مضاعفته، وإن شاء الله لدينا خطة تكميلية إذا حصلنا على مبالغ أكثر ستكون هناك مشاريع تزيد عن 40 مشروع التي نعمل على تهيئتها لغرض الإحالة. من جانبه أكد مدير إعلام طرق وجسور نينوى مروان عبد الرزاق توقيع عقد لإعادة إعمار جسر الحرية الثاني بمدينة الموصل بمبلغ 10 مليارات دينار. بجهود حثيثة من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات ودائرة الطرق وجسور ومديرية الطرق وجسور نينوى، وبالتنسيق مع البنك الدولي الجهة الممولة، تم توقيع عقد إعمار جسر الموصل الثاني، جسر الحرية الثاني المنشأ على نهر دجلة بتكليف شركة سعد العامة أحدى تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان، وبمدة عمل سنة وبمبلغ 10 مليار دينار عراقي. سيتم المباشرة بإعمار هذا الجسر من قبل هذه الشركة إن شاء الله بالأيام القليلة القادمة. وطالب مختصون في الشأن الاقتصادي الحكومة بالعمل على وضع خطط وبرامج كفيلة للنهوض بالواقع الاقتصادي، مؤكدين أن سداد ديون العراق المتراكمة قد يستمر حتى عام 2070. العراق إذا فيما سيبقى محملا بالديون حتى عام 2070 هذا أمر كارثي، يعني يجب وضع حلول ودراسات سريعة للنهوض بواقع الاقتصاد العراقي. هناك عجز في الميزانية، هناك نسبة انفاق حكومي كبير لا يوازي نسبة الإيرادات، على الحكومة العراقية أن تضع حلول جذرية وتعمل على تنويع موارد الاقتصاد العراقي، لا الاعتماد على النفط كمورد أساسي لتغطية النفقات وتزيد الديون. هناك العراق ينعم بموارد طبيعية أخرى. يعني هذه نتيجة السياسة الخاطئة للسياسيين الموجودين بالعراق،
ونتيجة السرقات المتكررة من قبل هؤلاء السياسيين وعدم محاسبتهم وعدم استرداد الأموال اللي سرقوها، باعتقادي يعني هذا شيء سيضر بالعراق وسيضر بالعراقيين. في الموصل يتطلع الأهالي بعد معاناة طويلة من الإرهاب والحرب والخراب إلى عام جديد مليء بالمسرات والطمأنينة والسلام. لسان حال سكان الموصل يؤكد رغبتهم في أن يكون العام عام 2019 عام إعمار وخدمات. إلى التفاصيل. بعد أن خرجت من جحيم الحرب وبدأت الحياة تعود إلى أرجائها تباعاً، يتطلع أهالي مدينة الموصل بعد معاناة طويلة من داعش والحرب وما خلفاه خلال الأعوام الماضية إلى جهود حقيقية للإعمار وإعادة الاستقرار وتعزيز الأمن والسلام بين أطياف المجتمع خلال العام الجديد. أمنيتي أمنية عامة، أمنية كل أهل المنطقة، عودة الأمن والاستقرار وعودة البناء إلى هذه المنطقة. الناس البطالة ترجع تشتغل، هذا الشارع جامع الكبير، السرشخان، المحلات، رجوع النازحين بالمخيمات بهالبرد وبهالمطر. نتمنى أمنيتي وأمنية كل مواطن عراقي أنه ترجع هاي العوائل إلى بيوتها. كانت 2018 رفع أنقاض وحملة ضعيفة للإعمار، بس إن شاء الله إن شاء الله يكون بناء وتقدم للأحسن. تطلعات وآمال يحلم بها الأهالي منذ عدة سنوات بحثا عن عيش رغيد وحياة كريمة في قادم الأيام، إذ تصدر الإعمار وعودة النازحين وكبح جماح الفساد قائمة آمالهم وتطلعاتهم، في دلالة على رغبتهم بتغيير واقع أليم جثم على صدورهم طويلا. أمنيتي أنه يرجع الحياة، ترجع البناء، نريد نشتغل، نريد نعيش، نريد كون نفسنا الحياة. قابلتش نظل بس قاعدين؟ ما يصير بس نظل قاعدين. أدري الشوارع غير بلطون، غير ترجع الحياة، غير حياة شوية، نريد نتطور. العالم بقى وصلت للمريخ ونحن عكس الناس نفتر بالعكس. ملفات عدة تأبى أن تفارق حياة السكان اليومية في الموصل، فلا تزال أزمة النزوح وسوء الخدمات وتدهور الواقع الصحي واستشراء البطالة والفقر المدقع تشكل معاناة كبيرة للأهالي ويتطلعون لإنهائها في العام الجديد. في كركوك بحث المحافظ راكان سعيد الجبوري مع القيادات الأمنية في المحافظة خطة تأمين الاحتفالات بعيد رأس السنة الميلادية الجديدة، فضلا عن مناقشة أوضاع المحافظة الأمنية. الجبوري وخلال ترأسه اجتماع اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة أكد على ضرورة تعزيز سبل الاستقرار ومواجهة خطط ونوايا الفلول الإرهابية وخاصة جنوبي كركوك وغربيها، وذلك بعد حوادث الخطف الأخيرة في قاطع الرشاد والتي تتبع لقيادة عمليات صلاح الدين وإداريا لمحافظة كركوك. والله من واجبنا في اللجنة الأمنية أنه في مثل هذه المناسبات أن نناقش مع الأجهزة الأمنية الخطة المعدة لحماية الاحتفالات، ثم تعلم سيكون هناك خروج للناس وأيضا مظاهر احتفال فيها تواجد سكان وفيها كثافة أيضا، فهناك خطة معدة تم المصادقة عليها، نأمل أن تنجح الخطة كما نجحت في السنين الماضية، ونأمل أيضا بجميع المواطنين توخي الحذر في الإخبار عن أي شيء طارئ. هنأ محافظ كركوك راكان الجبوري أهالي المحافظة وجميع العراقيين بحلول العام الجديد، داعيا الباري عز وجل أن يحفظ العراق وأن ينعم عليه بالأمن والرخاء والإعمار. أولا هن الشعب العراقي كله والمكون المسيحي وأهالي كركوك بسنة جديدة، نأمل أن تكون سنة سلام كما كانت سنة 18، ونأمل أن تكون سنة إعادة الإعمار، إعادة الخدمات، ونأمل أن يستمر هذا التعايش وأن كركوك تستمر بإنجاز مشاريعها المتوقفة لحد، وأيضا أن تلتفت الحكومة في سنة 19 إلى مدينة أصبحت رمز للتعايش السلمي. يعتبر أهالي الفلوجة عام 2018 عام الاستقرار الأمني وبداية إعادة إعمار المدينة، فيما تؤكد الحكومة المحلية أن العام المقبل سيشهد إنجاز مشاريع استراتيجية تساهم في إحياء المدينة. المزيد مع سلام خالد. يعتبر العام 2018 من الأعوام التي شهدت خلالها مدينة الفلوجة
افتتاح العديد من المشاريع العمرانية والخدمية، حيث تم افتتاح عدة جسور وإعادة إعمار عدد من الطرق الرئيسة وتأهيل مراكز صحية وترميم مدارس. فيما يخص الطرق والجسور وافتتاح جسر الحديدي، وهذا حقيقة جسر مهم جدا تم افتتاحه وإنجازه في عام 2018، وكذلك جسر التفاحة الذي يعتبر جسر مهم بالنسبة اللي يربط جنوب الفلوجة بشمالها وخاصة يعني منطقة النعيمية، تم افتتاح عدة مدارس، حدود 10 مدارس في عام 2018 بناء كامل على يعني في 2018 لتأهيلها عن طريق اليو ان دي بي أو صندوق إعادة الإعمار. خلال عام 2018 انطلقت عدد من المشاريع الكبيرة والحيوية، من هذه المشاريع هو مشروع الجسر الثالث. هذا المشروع مشروع حيوي باعتباره أحد أهم ثلاث جسور تقع على نهر الفرات وتربط الضفة اليسرى باليمنى من مدينة الفلوج، وكذلك تربط غرب العراق بمحافظة بغداد، وسيتم إنجاز العمل فيها إن شاء الله خلال عام 2019. وكذلك تم انطلاق مشروع مجاري الفلوجة، هذا المشروع الحيوي الكبير جدا. المواطنون في الفلوجة يتطلعون إلى أن يكون العام المقبل 2019 عاما لإنهاء الفوضى التي تسببها حركة الإعمار بالمدينة من إغلاق للطرقات، آملين أن يروا ثورة عمرانية تعيد لمدينتهم بهاءها. اليوم احنا كمواطنين من اهالي الفلوجة نتطلع بداية العام 2019 الى انهاء كافة الاعمال اللي دا تصير بمدينة الفلوجة، من ضمنها اعمال المجاري، لان دا تسبب مشكلة كبيرة اليوم بالشوارع. عام 2018 في نظري اهالي الفلوجة كان عام للاستقرار والامن، ويتطلعون الى ان يكون العام المقبل عام لاعادة اعمار بنى التحتية وثورة في الخدمات. لقناة الفلوجة، سلام خالد. تستقبل ديالى عاما وتودع آخر، وما زالت المحافظة كما هي، فلا بنى تحتية تقيم حياة الناس ولا مشاريع تحسن اقتصادهم. ديالى في 2018 في هذا التقرير. شهدت محافظة ديالى خلال عام 2018 تنفيذ عدة مشاريع خدمية، ومنها إكساء طرق وبنى تحتية. أهالي المحافظة أبدوا ارتياحهم من الخدمات الحكومية المقدمة لهم خلال هذا العام. في محافظة ديالى أكو اهتمام بالمشاريع، ما شاء الله مشاريع بنى تحتية، بناء مدارس، يعني بصراحة يعني بخير احنا مثل ما يقول، يعني كل المشاريع للناس وعطالة بطالها كلها توفرت، يعني فرص عمل أكو، كل شيء أكو موجود عندنا صار بالمحافظة، الحمد لله والشكر. كل ما تم عرضه خلال هذا الجزء من التقرير لم يكن واقعيا، بل كانت أحلاما وأمنيات لأهالي ديالى خلال عام 2018. أما الحقيقة لها وجه ورأي آخر. تعاني محافظة ديالى من تلقي أغلب المشاريع الخدمية ومنها البناء التحتية، فمع كل هطول للأمطار تغرق الشوارع، ناهيك عن انتشار النفايات وتكسر الطرق الرئيسية والفرعية. كانت حلم، هي وين المشاريع؟ هي مو بجلال المدارس كلها تفلشت، وين المشاريع؟ أشاق وياكم ماكو مشاريع، من تحتية ماكو، صفر. الإدارة المحلية في ديالى أكدت عزها من تقديم المشاريع خلال هذا العام بسبب التقشف المالي، وقد يكون العام القادم أفضل في حال توفرت السيولة المالية لتنفيذها. للأسف أكثر المشاريع متوقفة بسبب نقص الأموال وعدم وجود موازنة لمحافظة ديالى. نطمح في عام 2019 ومن خلال الموازنة التي راح ستخصص لمحافظة ديالى بتنفيذ عدد المشاريع المهمة، المشاريع التي دائما ما تكون تخدم المواطن وتماس مباشر مع المواطن. هذا وتبقى أمنيات أهالي ديالى بتوفير البنى التحتية وبناء ما دمر في السنوات السابقة. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة. تحولت احتجاجات طلاب جامعة آزاد للعلوم والبحوث في طهران إلى مظاهرات عارمة مناهضة للنظام، حيث انضم إليها الكثير من المواطنين الذين يهتفون
الموت لجمهورية الملالي بحسب الفيديوهات المنشورة عبر مواقع التواصل. وبدأت المظاهرات من حرم كلية العلوم في جامعة آزاد وتوجهت نحو ساحة انقلاب وسط العاصمة طهران، حيث تجمهر الطلاب للمطالبة بإقالة علي أكبر ولايتي رئيس الجامعة ومستشار المرشد خامنئي بسبب حادث سير لحافلة أودت بحياة عشرة من زملائهم، متهمين إياهم بالاستهتار بحياة الطلاب لعدم تحديث أسطول النقل المتهالك. وأثارت مقاطع فيديو انتشارا مكثفا لقوات الأمن الإيرانية في شارع انقلاب لمنع توجه المتظاهرين وتجمعهم في ساحة انقلاب. اشتبك عدد من المواطنين مع قوات الأمن التي حاولت اعتقال امرأة من بين المتظاهرين. هذا وتداول مغردون إيرانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة دهس رئيس جامعة آزاد للبحوث والعلوم في طهران. طلاب الجامعة المحتجين دهسوه بسيارته. وبحسب ما أكد ناشطون فإن رئيس الجامعة محمد مهدي الطهرانجي تعمد دهس الطلاب أثناء خروجه بالسيارة من الجامعة. وذكرت مصادر طبية أن اثنين من الطلاب أصيبوا بجروح في أرجلهم وتم نقلهم عبر سيارات الإسعاف لتلقي العلاج. تحذيرات كثيرة تلقاها النظام الإيراني من شخصيات مقربة منه، ولم تكد تمر 48 ساعة على تصريحات حسن خميني التي حذر فيها من غضب الشارع الإيراني حتى اجتاحت مظاهرات طلابية شوارع طهران. المزيد في هذا التقرير. هكذا إذن يفلت الشارع الإيراني مرة أخرى من قبضة النظام الحاكم إلى الشارع، وتجتاح مظاهرات الطلاب طهران ومدن أخرى في مشهد يتكرر بوتيرة أعلى هذه الأيام. في إيران المسألة لم تكن قط مجرد احتجاجات طلابية، والنظام الحاكم أدرى بالموضوع، وقد كان الطلاب يوما من الأيام سببا في وصوله إلى الحكم. بخش مستمر كينه. يجب على المرء أن يخاف من اليوم الذي تنهار فيه المقاعد وتتغير الأدوار، وأن بقاء النظام يتطلب أن يشعر الناس بالرضا بأي شكل من الأشكال، وليس استخدام سياسة الفرض على المجتمع. استمرار الانتهاكات وإكراه الناس وعدم الاستماع لمطالبهم يعني أن هناك حكومة سيئة. تجاهل النظام كل الإشارات الحمراء والتحذيرات منطلقا بأقصى سرعته في طريق لا يؤدي آخره إلا إلى نهاية مسدودة كما تقول شخصيات إيرانية. وعلى تعدد الأبعاد التي تنطلق منها هذه الاحتجاجات بين سياسي واجتماعي واقتصادي، ينظر الخامنئي من منظار المؤامرة، فيحذر ممثله في آخر خطبة له من فتنة يحملها العام الجديد. ليس هناك ما يضمن أننا سنبقى في السلطة والحكم والبقية يذهبون. لقد أصبحنا نبتعد يوما بعد آخر عن البقاء في السلطة، كما أن عدم التزامنا بالقواعد الأساسية ولد حالة من الغضب الشعبي في إيران ضد النظام، وأصبحت الساحة تخرج من قبضتك. يودع العالم اليوم عام 2018 باحتفالات تعم جميع العواصم العالمية مستقبلا عام 2019 بالألعاب النارية التي تعد من أبرز مظاهر الاحتفال برأس السنة الميلادية. هذا وتعد دولة ساموا أول دولة تحتفل بدخول العام الجديد بحكم موقعها الجغرافي، تسبق جارتيها نيوزيلندا وأستراليا اللتان احتفلتا أيضا لتنضم إليهما بقية دول العالم كل بحسب موقعه الجغرافي. (목소리도)
민주주의민공화국 창건 70돌과 영국적 조선인민군 창건 70돌소의 성대히 경축하고 자력갱생의 위력으로 경제건설 대진구를 다구시온 크나큰 긍지를 담아싣고 족포가 노리를 물들입니다. نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. دول العالم تستقبل عام 2019 والاحتفالات تعم جميع العواصم العالمية. العراق يودع عاماً مثقلاً بالخلافات السياسية ويستقبل عاماً جديداً بحكومة منقوصة وموازنة لم تقر. المرجعية تؤكد وضعها الأسس الصحيحة لاختيار الحكومة وخلاف حاد بين حمايات عبد المهدي والعبادي. أحلام النازحين بالعودة إلى ديارهم ترحل لعام آخر والأمم المتحدة تربط استقرار البلاد بعودتهم. الفلوجة دوت تي في للمزيد من الأخبار، كما يمكنكم متابعتنا وتواصل معنا على فيسبوك تويتر ويوتيوب. في أمان الله، نستودعكم إلى عام أفضل إن شاء الله. إلى اللقاء.